بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارحمنا وارضنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وعن والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك هدى. اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى. ربنا اهدنا بالدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن ومن ذرياتنا يا الله إنك أنت السميع العليم. ربنا يا ربنا أصلح لنا ديننا. ربنا يا ربنا أصلح لنا أمرنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء. ربنا يا ربنا أنت الحي أنت القيوم. أنت الحي وأنت القيوم. ربنا يا ربنا وآخر دعوانا يا إلهنا وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.